الطيران مستمر والتنسيق مستمر مع التحالف الدولي، ولدينا عمليات مستمرة لحد الآن في شمال وجنوب الموصل، ولكن لدينا تحفظ من ضرب أهداف داخل المدينة بسبب وجود المدنيين. وإن شاء الله نبشر أهلنا في الموصل أن عملية تحرير الموصل ستكون سهلة وسيكون تحرير الموصل قريبا، ووضعنا كل الحلول إن شاء الله لتحرير الموصل. طيران جيش متواجد في كل محور، حتى لو كان محور بسيط، حتى سرية بسيطة محور، فكيف عملية بهذا الحجم لتحرير الموصل يكون طيران جيش هو اللاعب الأساسي فيه هكذا عملية. لدينا الآن عمليات من طيران جيش تنفذ في الموصل، على أطراف الموصل وليليا. داعش يعني يتخذ من الدروع من المدنيين كدروع بشرية، ومن الحمايات والمنشآت الحيوية كدروع ومقرات إله، أيضا ذلك الإحداثيات اللي تعطى لنا، ولذلك يحصل أحيانا بعض الخطأ، ولكن غايتنا الأساسية تجنب ضرب المدنيين والناس العزل والناس الأبرياء، لأنه كل أهلنا وأقاربنا وأصدقائنا موجودين لازال في الموصل. إن شاء الله ستكون أسهل بكثير من تحرير الرمادي بكثير، لأن وضعنا كل الخطط وبالتنسيق مع التحالف، وستكون العملية تنجز بسرعة وستعلمون ذلك. أعتقد ستكون مثل تحرير جزيرة سامراء.